السلام عليكم. بعد ما تطرقنا بالمحاضرة السابقة إلى البوتنشال وكيفية إيجاد قيمة البوتنشال at any location اعتمادا إلى عدة تكنيكس افتهمناها من الفيديو السابق، إن شاء الله بهذه المحاضرة راح نتطرق إلى موضوع اللي هو occupational services اللي هي السطوح المتساوية الجهد. فنشوف هنا an electric field there are many points at which the electric potential is the same. The electric potential is the same. نفس ما نعرف يعني إذا عندك هنا point charge مقدارها Q أو هنا بهذا الشكل مقدارها Q، فالpotential الناتجة من هاي الشحنة النقطية at any location نقدر نكتبه بهالشكل هذا. نفس ما واضح هنا انه البوتنشال يعتمد على مقدار الشحنة وايضا يعتمد على مقدار بعد اللوكيشن المطلوب حساب البوتنشال عنده عن الشحنة اللي تنتج لنا المجال الكهربائي. فلازم نسأل نفسنا ايش وقت يكون السطح يكون متساوي البعد عن هاي الشحنة النقطية الكيو؟ فأكيد هو يكون على كرة معينة أو إذا مقطع أراضي هنا كأنما دائرة، فجميع النقاط هنا الموجودة على هاي الدائرة تكون متساوية البعد عن الشحنة Q capital. إذن جميع البوينتس الموجودة على هاي الكرة يكون لها نفس قيمة البوتنشال. منها إجا مصطلح equipotential services إنه سطح متساوي الجهد. إذا نشوف هنا عندك مثلا الكرة الأولى تبعد R1، الكرة الثانية R2، الكرة الثالثة R3، فهذا السطح هو متساوي الجهد، وهذا السطح هو متساوي الجهد، وهذا السطح هو شنو؟ متساوي الجهد. واضح؟ نعم. طبعا هنا مذكور إنه the potential difference between any points on the equipotential surface is always zero. يعني potential فرق الجهد potential difference between any points يعني point A B لازم يطلع صفر، لأن إحنا نفس ما قلنا متساوي الجهد. يعني إذا تجيب فولت ميتر وتخلي بين ال A وال B راح يقع لك فرق الجهد إيش قد؟ صفر، لأن هاي الفولتية يساوي إنها هاي الفولتية. إضافة إلى إنه the work done in moving a test charge from one point to another in an equipotential surface is always zero. يعني ما عندك شغل منجز لتحريك الشحنة between any points between A and B مثلا، لأن هاي البوتنشال هنا هو نفس البوتنشال هنا، فما راح يطلب من عندك أي شغل لدفع أو سحب شحنة نقطية على هذا المسار. واضح؟ لأن إحنا شو وقت ننجز شغل لما يكون مثلا هذا البوتنشال أقل من هذا البوتنشال، الفولتية هنا أقل، فبالتالي أنت لازم تنجي الشغل حتى تدفع شحنة نقطية من نقطة B إلى نقطة A أو بالعكس. واضح؟ إضافة إلى أحب أنه أنوه إلى شغلة ثانية، أنه لازم الفيلد يكون عمودي دائما على الإكوبوتنشال سيرفيس، لازم الكمبوننت تكون عمودية دائما دائما تكون عمودية على نفس ما نشوف هنا. هذا يكون الإلكتريك فيلد دائما يكون شنو؟ عمودي. وإلا إذا كان أكو كومبوننت تانجنشال هنا مثلا، يعني معناه عندك ورك، فإذا عندك ورك كأنما خالفت مبدأ الإكوبوتنشال سيرفيس. أوكي؟ فإذا عندك إلكتريك فيلد معناه عندك فورس معناه عندك ورك، وهذا الشيء غير مطابق لمبدأ الإكوبوتنشال سيرفيس. فلازم خليه ببالك إنه دائما الإلكتريك فيلد يكون عمودي على الأسطح المتساوية الجهد. الآن عندنا موضوع جدا مهم اللي هو البوتنشال جريدينت. الجريدينت نفس ما خذيناه بالمرحلة الثانية هي عملية رياضية تابعة للدل أوبريتر اللي يشتغلنا على كمية سكيلر وينتج لنا شنو؟ كمية فيكتر. هاي الجريدينت راح تعطينا شنو؟ طريقة لإيجاد الكتيك فيلد
إذا علم شنو البوتنشال. نفس ما ذكرنا بداية هذا الشابتر أنه راح نستخدم البوتنشال ككمية سكيلر لطريقة لإيجاد شنو الإلكتريك فيلد، وبالتالي راح يسهل لنا هواي أنه مقاتل بالشابتر 2 أو 3 لإيجاد الإلكتريك فيلد، لأن إحنا هنا راح نتعامل مع كمية سكيلر اللي هي البوتنشال. فخلينا نشوف شلون راح نجد الإلكتريك فيلد عن طريق البوتنشال. فنفس ما نعرف انه الـ V ما هو الا تكامل E دوت DL، نفس ما قلنا فولت لكل متر، في متر يعطيك شنو فولت. فاذا تشق الطرفين راح تتخلص من التكامل، ترتب المعادلة بما انه الدوت برودكت ما هو الا الكوسان وتقسم على الـ DL، راح يطلع لك انه كانما DV على الـ DL اللي هو E كوسان ثيتا. من واضح انه هاي يصير ماكزيمم اذا كانت عندك الثيتا شقد، الثيتا 180 درجة، حتى تعطيك سالب واحد في سالب يعطيك موجب، بما معناه انه الالكتريك فيلد الماكسيمم يكون دائما 180 درجة ويا من مع تغير البوتنشال، تغير البوتنشال مع اللينث او مع المسار. واضح؟ يعني بيناتهم علاقة عكسية بالاتجاه. يعني اذا الالكتريك فيلد بهالشكل دائما البوتنشال وين يكون؟ بهالشكل. وهذا ايضا خذيناه بال اذا عندك الكابسيتنس، مثلا الكابسيتنس كانت مثلا عندك هاي الصفيحه موجبه وهنا الصفيحه سالبه، فاكيد هذا السهم يعطيك شنو الالكتريك فيلد، وهذا السهم شنو يعطيك البوتنشال الفي. دائما في احنا الكهرباء يتجهنا من الايرث او السالب الى شنو الموجب. نفس ما تحدثنا انه هاي المعادلة تعطينا عدة معلومات، انه المعلومة الاولى انه the maximum value of the potential gradient gives the magnitude of electric field intensity، وهنا المعلومة الثانية انه maximum value of rate of change of potential with the distance اللي هو potential gradient is possible only when the direction of increment and distance is opposite to the direction of the electric field intensity. فإذا نكمل هنا، هي مجرد عملية اشتقاق إلى ترتيب إلى الصيغة النهائية لكيفية إيجاد electric field باستخدام البوتنشال. راح نشوف إنه هنا هذا هو القانون الرئيسي، إنه الـ E يساوينا ناقص الـ gradient للـ V. واضح؟ يعني الإلكتريك فيلد ما هو إلا مقدار تغير البوتنشال مع اللينث أو المسار، بس شنو؟ بعكس الاتجاه. هذا معنى السالب هنا، بعكس الاتجاه. فهنا طبعاً الجريدينت نفس ما نعرف أنه ما هو إلا معامل إلى طريقة معينة بالكارتيزيان، بالسلندريكال، بالسفيريكال. طبعا بالامتحان ويعطى لك السلندريكال والسفيريكال، بس الكارتيزيان بما انه بسيط فانت لازم تفتهمه وتحفظه وتطبقه بالامتحان. واضح؟ فلو شوف انه بس هو مشتقة الكوانتيتي السكيلر بالنسبة الى one of the variable، وتعطي شنو بعد يونت فيكتور حتى تتحول الى شنو كمية اتجاهية. لنأخذ هذا المثال، المعطى هو البوتنشال والمطلوب هو إيجاد الإلكتريك فيلد at location معين at the point B. فإذا هذا التطبيق مباشر، إنه طبق E يساوي ناقص gradient V، وهنا عندك كارتيزيان تشتق للX، تشتق للY، تشتق للZ، وبعدين تعوض البوينت يطلع لك الإلكتريك فيلد intensity نفس ما واضح هنا عندك هنا. هنا عوضنا البوينت بي إلى أن تحصل القيمة النهائية بعد الاشتقاق والتعويض بالبوينت. طبعا التعويض بالبوينت يتم بعد عملية الاشتقاق. واضح؟ بالنسبة للمثال الثاني، معطى الإلكتريك فيلد بالسؤال والمطلوب شنو؟ إيجاد الـ V. أوكي؟ مطلوب إيجاد الـ V. فأنت هنا احنا نعرف انه الفي يساوي ناقص تكامل اي دوت دي ال،
واضح. ومنا منطيك هو reference معين ال v equal to zero at location معين اللي هو ال reference هنا. أوكي. فأنت شو راح تسوي؟ كأنما راح تكامل ال e كامل ال e حتى تحصل ال v. فبس هنا راح ننطلق نكتبه من قانون إنه ال e يساوي ناقص gradient لل v. تكتب القانون مال gradient لل v بدلالة ال spherical coordinate system وتعوض هنا شنو هذا؟ هذا ما هو إلا ال e capital. واضح؟ ال e capital. فأنت حتى تجد ال v عندك مشتقة هنا تكافئ ال a bar r مع ال a bar r كافئين تساويهن. حتى تتخلص من المشتقة لازم تكامل الطرفين. فتكامل هذا الطرف تنحذف المشتقة عندك يبقى v وهنا السالب ينتقل للطرف الثاني وتكامل هذا الطرف راح يطلع لك بهالشكل ناقص لين r sin theta. طبعا بما انه تكامل غير محدد لازم تخلي معامل التكامل اللي هو الكونستانت سميناه c1. نفس الشيء تجي للايبار ثيتا تكافئ بمن بالايبار ثيتا وتكامل الطرفين تلقى ال v بدلالة انه شنو ثيتا وتخلي معامل الكونسنس. لو هنا بعدين تكتب الجنرال اكسبريشن لل v عن طريق مقاومة هذا الكوفيش هذا المعامل بمن بهذا المعامل. لو شوف انه نفسه ما عدا شنو الكوفيشنت فعادي انه تقدر تكتبه انه ناقص لين r sin ثيتا وتخلي مكان ما c1 مكان c2 تخلي c هو كونستانت. واضح؟ تسمي c3 c4 ماكو مشكلة. بس بعدين لازم تعوض الريفرنس من اجل شنو ايجاد قيمة الكونستانت. فنفس ما نشوف نعوض v0 وتعوض ال r هنا وتعوض الثيتا يطلع لك ال c بعدين تعوضه وين هنا حتى تجد الفاينل اكسبريشن للبوتنشال. نفس ما واضح هنا عندك هنا. بعدين مطلوب بالسؤال ايجاد اكسبريشن للفوليوم تشارج دنسيتي. نفس ما تعرف انه عندك الكتريك فيلد وعندك المطلوب رو في فما يخطر بالك الا هذا القانون انه هو الدايفيرجنس للاي. طبعا شنو الدايفيرجنس للاي؟ هل يساوينا صفر؟ لا اكيد لا. الكيرفض يساوينا صفر. شو يساوينا كان؟ رو في رو في على الابسلون نوت. صح لا؟ من الفصول السابقة. فإذا أنت المطلوب رو في فإذا ما عليك إنه فقط تجد دايفيرجنس اللي يعطى عندك بالامتحان تجد الدايفيرجنس. بس نفس ما قلنا لازم خطوة خطوة لأن هنا احتمالية الخطأ جدا عالية. تعوض الـ ER تعوض الـ E ثيتا وتضرب بهذا القانون مال دايفيرجنس يلا بعدين تشتاق بعدين تضرب هذا الكونس. فهي خطوة خطوة إلى أن توصل للفاينل اكسبريشن للرو في بالكولوم لكل متر مكعب. طبعا هذا الاكزامبل انه هذا رياضيات صرف ما لها اي علاقة بالمجالات لذلك يعني نقدر نتجاهل هذا المثال. بس بشكل سريع انه مطيك التمبرتشر معادلة التمبرتشر في غرفة معينة ويريد يقول لك انه يسألك انه بترفلاي هاي الفراشة انه موجودة بهذا اللوكيشن شنو افضل مسار او دايركشن it will get warm as soon as possible. انه شنو المسار السلكة هاي الفراشة بحيث تحصل على حرارة مرتفعة as soon as possible. فدائما يخطر بالنا الجريدينت لان الجريدينت نفس ما تعلمنا بالمرحلة الثانية بالرياضيات يعطينا اقصى مسار لاكبر تغير لاكبر تغير للماكسيمم يعني. فما عليك انت كحل هنا بس تجد الجريدينت وتعوض البوينت راح يطلع لك هنا فيكتور معين هو هذا الفيكتور اللي يعطينا المسار الاقصر للحصول على أقصى تغير للحرارة. بالنسبة إلى موضوع الكتريك دايبول هذا خصص له هاي الفقرة لأن هو جدا مهم بعالم الاتصالات. دائما تسمع دايبول فإلى تطبيقات متعددة.
فلو نشوف انه الدايبول معناه ثناء القطب يتكون من two point charges of equal magnitude and opposite sign. لو شوف هنا عندك شحنة موجبة وشحنة سالبة separated by a distance which is small compared to the distance of points B. يعني البعد بيناتهم أقل من البعد عن النقطة المطلوب حساب البوتنشال أو الإلكتريك فيلد عندهم. فإذا أجي أنا أقول لك جد لي البوتنشال عند هاي النقطة وعندك هيتشي كونفجريشن، فأكيد واحد جاوبني تقول لي سوبر بوزيشن، ما هو إلا كيو على 4 باي إبسلون نوت، واحد على الـ R1 البعد مال الشحنة الأولى الموجبة، طبعا على واحد على R2 البعد مال الشحنة السالبة، وهي سوبر بوزيشن. طبعا السالب اجى لان عندك الشحنه الثانيه هي شنو؟ شحنه سالبه، فلازم تاخذ بنظر الاعتبار انه هذا الشيء اثناء كتابه القانون. فاذا ترتبه بهالشكل راح يطلع لك، راح نسوي هنا مجموعه من الابروكسيميشن. غالبا ما تكون اول ابروكسيميشن نسوي انها تكون النقطه المطلوب حساب بوتنشال بعيده جدا عن الدايبول نفسه. فهنا راح تجي الى انه راح يصير كانما اذا الشكل الثاني يكون اوضح هنا يكون كانما R1 مساويه الى R2، يعني متوازيات ومساويات، فكانما راح شنو يقول انه نقول R1 في ال R2 يساوي لنا R تربيع اللي هو ال R تربيع متوازيات. اوكي، اضافه الى انه R2 هاي R2 ماينس R1 يطلع لك هذا الضلع، وهذا الضلع كأنما راح يكون هو دي في كوساين ثيتا. هذا التقريب الثاني نو R2 minus R1 في دي كوساين ثيتا. نعوض هذين الابروكسيميشن بالقانون الأولي مع سوبربوزيشن، راح يطلع لك Q في دي كوساين ثيتا على 4 باي إبسلون نوت R سكوير. هذا البوتنشال عند النقطة B الناتج من الإلكتريك دايبول. هنا راح نسمي مسميات معينة، انه نسمي انه دي كوساين ثيتا، دي كوساين ثيتا طبعا مضروبه في الكيو، ما هو الا شنو؟ دايبول مومنت، نسميه دايبول مومنت او عزم الدايبول. فكانما راح يصير دايبول مومنت ما هو الا شنو؟ كيو في الدي، طبعا ككميه اتجاهيه اللي هو صاير دوت برودكت، واضح؟ فدائما دايبول مومنت عبارة عن كيو اللي هي الشحنة الموجبة، خلي بالك تاخذ الشحنة الموجبة في الدي، والدي هو الديستنس فيكتور المد اللي يكون اتجاه من الشحنة السالبة إلى الشحنة الموجبة، واضح؟ هذا هو الدي، ينطلق من الشحنة السالبة إلى الشحنة الموجبة، راح يكون بهالشكل. طبعا إذا كان ما موجودات بالأوريجين السنتر مال دايبول مومنت فلازم تخليه R كابيتال وليس R سمول. طبعا إذا عندك كذا دايبول راح يصير سوبر بوزيشن، وإذا تريد تطلع الإلكتريك فيلد عند النقطة B الناتج من الدايبول مومنت، فإحنا أولريدي طلعنا البوتنشال، فسوي له جريديان وفي السالب طبعا يطلع لك الدايبول الإلكتريك فيلد مع دايبول إلكتريك دايبول. بس هنا ما تحفظ هذا، فأنت أهم شيء يعني تقدر تحفظ هذا، تسوي له جريديان يطلع لك بهالشكل هذا. لو نلاحظ هنا بالقانون النهائي للإلكتريك فيلد إنه يعتمد مع عكسيا مع مكعب المسافة. يعني انت المفروض لو انت موجود بهاي المسافة اللي هي جدا بعيدة عن الدايبول نفسه، فالمفروض انه شو تشوف؟ تشوف انه شحنة موجبة وشحنة سالبة، يعني كأنما جسم متعادل، فكأنما ما راح يأثر عليك، ما تقيس اي شيء كشدة مجال كهرباء، بس هو اكو مقدار يوصل لك بمقدار يتناسب عكسيا مع الار تكعيب عن الموقع اللي انت بيه. لو نقارن بالإلكتريك فيلد للبوينت شارج ما كان إلا هو Q على 4 باي إبسلون نوت R سكوير. إذا بالدايبول، حالة الدايبول إنه الإلكتريك فيلد يتناقص بشكل أسرع من حالة البوينت شارج، واضح؟ فإذا تاخذ مثلا عند الساين مثلا زاوية 90 ساين
90 واحد وهذا يتكنسل فراح يطلع لك كأنما أنت وين واقف متعامد ويا الدايبول لأن هاي الزاوية لمنها متعامد وياها بس كأنما الدايبول الكتك فيد بسبب دايبول ما هو إلا Q في الدي على 4 باي إبسلون نوت R تكعيب فإذا أكو قيمة للكتك فيد عند اللوكيشن R بس قيمة قليلة تتناسب مع الR تكعيب وتعتمد أيضا على المومنت مع الدايبول اللي هو أشرنا إلى سابقا اللي هو يعتمد على مقدار الشحنة وعلى حجم السايز مع الدايبول أو الدستنس مع الدايبول اللي هو المسافة between positive and negative charge. فإذا نأخذ هذا المثال أنه على الدايبول إلى الدايبول مومنت مطاط نو جيف في آت هذا اللوكيشن إن المطلوب إيجاد الـ V إد هذا اللوكيشن ومن ثم إيجاد قيمة الـ V إد هذا هاي النقطة المحددة يعني أول شيء بشكل عام بعدين بتحدد إيجاد إد هذا اللوكيشن المحدد فبما أنه عندك دايبول مطيك دايبول مومنت فإذا نطبق القانون اللي تعلمناه أنه V دوت عبارة R على 4 باي إبسلون نوت R سكوير بما أنه ذاكر أنه at the origin فنقدر نستبدل ال R capital بال R small صح لو لا؟ شوف أنه عندك dot product هنا cartesian وهنا spherical فلازم تذكر chapter 1 أنه شون كنا نجد a bar x dot a bar r a bar y dot a bar r شنو هاي يكون dot product بيناتهم فيطلع لك بهذا الشكل ومن ثم هذا الجنرال اكسبريشن لا للتعيين باي مكان ثيتا فاي بعدين حتى نوفر المطلب الثاني انه نعوض اللوكيشن البوينت معين المعطينا اياها فبعد التعويض يطلع لك الفولتيه ما هي الا 0.25